الولاد عايزين فانوس. احنا اول سنه بقى نجيب فانوس بصراحه، ونزلنا نشتري فانوس عايزين نعلقه، يعني ندخل على نفسنا البهجه يعني بدل الحاله حاله الاكتئاب اللي الناس عايشه فيها بصراحه بسبب الكورونا. رمضان السنة دي مختلف عن أي سنة عشان خاطر أحداث كورونا اللي في البلد كلها وفي دول العالم، وطبعا حركة البيع قليلة جدا عشان خاطر برضه الكورونا، ومفيش حد حاسب رمضان، مفيش صلاة، مفيش كنايس، مفيش تراويح، فحركة البيع قليلة، حتى المحلات كلها مقفلة، وبعدين الحظر برضه مأثر معانا على حركة البيع، دلوقتي بنقفل الساعة 5. الموضوع مختلف في البلح السنه دي، اسعاره اقل من السنه اللي فاتت حوالي 3 او 4 جنيه، لكن يعتبر ما فيش سحب خالص. ماشي يا معلم، ايه ادي حاجه، خد حاجه، خد صبري ودي كيلو ما شاء الله كم؟ كيلو ونص. ايران يا مصر؟ بس قول له معاك لحد بيت. ربنا يرحمه.